الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، نتشرف اليوم أيها المسلمون بذكر شيء من سيرة صحابي جليل، علم من أعلام هذه الأمة، وعظيم من عظماء التاريخ. قل أن تنجب النساء مثله، خير هذه الأمة أو خير هذه الأمة بعد نبيها، ألا وهو الصديق الأكبر شيخ أصحاب النبي وخيرهم. ونختار من حياته وقفات يسيرة لصعوبة استقصاء الكلام والوقوف على كل ما ينبغي. فهو أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله، وأبوه عثمان ابن أبي قحافة، أبوه عثمان أبو قحافة، ويلقب بالعتيق، والعتيق هو الذي بلغ المنتهى في الجودة. وكان الصديق قبل الإسلام نقياً من عبادة الأوثان، لم يسجد لصنم في الجاهلية، وحرم على نفسه الخمر قبل الإسلام، فكان سليم الفطرة بالتوحيد، وصحيح العقل بترك الخمر، وهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة وتردد ونظر، إلا أبو بكر الصديق لم يتردد رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بالصديق لكمال تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت قريش بعد حادثة الإسراء والمعراج: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال: إن قالها فقد صدق، إن قالها فقد صدق. ووقع ذات يوم بين الصديق وبين عمر مجادلة، فغاضب أبو بكر عمر، فغضب عمر وانطلق إلى داره، وتبعه أبو بكر يدعوه ليستغفر له عشان يعفو عنه، فرفض عمر وأغلق داره. أبو بكر الصديق مضى والناس جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد غامر. غامر أي وقع في خصومة وغضب. فجلس أبو بكر جلوس المغضب، فتراجع عمر ثم دخل على المجلس، فصار يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم عمر قال أبو بكر: أنا كنت أظلم يا رسول الله، أنا الذي أخطأت يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوت المغضب. قال: أيها الناس،
هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ قال جئتكم فقلت إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ قال الراوي فما أغضب أبو بكر بعدها، ما في زول سأل تاني طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذه المكانة العالية. شكد ربنا قال والذي جاء بالصدق هو رسول الله، وصدق به أبو بكر الصديق، أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يوم من الأيام فيما روى البخاري أن أعرابيا كان يركب على بقرة، فالتفتت إليه البقرة وقالت يا هذا إني ما خلقت لهذا، إنما خلقت للحرث. وفي البخاري أيضا وزاد أبو نعيم في الدلائل أن ذئبا هجم على غنم، والغنم لواحد يسمى أهيبان ابن أوس، هجم عليها الذئب فأخذ منها شاة وانطلق. قال أهيبان فصحت بالذئب ولحقته، قال فأقع الذئب، يعني قعد على ما قعدته كده واتلفت على الزول بتكلم معه، قال يا هذا أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ كويس، ذئبي كمان فصيح خلاص، قال له أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ قال ومن لها يوم السبع، يعني يوم تكون هاملة لا راعي لها غيري. قال فضربت على يدي، بقى متعجب، قال وعجبا ذئب يتكلم؟ فقال الذئب ألا أدلك على ما هو أعجب من هذا؟ رسول الله خلف أولئك النخلات يكلم الناس بخبر السماء ويقول لهم اعبدوا الله. قال أهيبان فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وأخبرته بالقصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من القصة، قال أنا أؤمن بهذا، أي دي علامة ودلالة من دلائل النبوة، أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة ولم يكونا في القوم. شوف بالله ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال لهم أنا مؤمن بالكلام ده ويؤمن به أبو بكر وعمر، وديل كانوا ما في ما موجودين، لكمال تصديق أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وكمال إيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا كان الصحابة لا يضعون أحدا في مكان أبي بكر قدام. قال علي رضي الله عنه في منبر الكوفة، والشيعة ذاتهم بيسمعوا الكلام ده وبيرووه في كتبهم، قال خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية. ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي عنه قيل له من أشجع الناس، الناس منتظرين يقول أنا، لأنه كان هو الفارس الضرغام، قال أبو بكر. قيل له من أعلم الناس، قال أبو بكر أشجع الناس وأعلم الناس، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وله مواقف في الإسلام، لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يحوطه من أمامه ويمشي عن يمينه إذا شعر أنه العدو من يمينه، ويحوطه من شماله ويمضي خلفه ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وفي الجهاد يتقدم ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم
احجم يا أبا بكر فإن حياتك خير إلي من موتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لأبي بكر مكانة عليا ومكانة سامية، حتى لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه قال للناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني رقيق، كان رقيق القلب قريب الدمعة، بكاء لا يكاد يسمع الناس وأنت مريض، وهو متأثر بمرضك يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما قبل به بدلا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا ومعه أبو بكر، ويدخل ومعه أبو بكر وكذلك عمر. هذه مكانة أيها المسلمون مرموقة وعظيمة، ما بلغها أحد حتى يوم من الأيام والناس جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال خطبة، قال: إن رجلا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. الصحابة كلهم قاعدين، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه يفهم غاية الفهم والدقة مدى معاني عبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري: فعجبنا، قلنا: ما بال الشيخ، هذا رسول الله يذكر رجلا خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فما بال الشيخ يبكي؟ قال: فلما قضى حديثه علمنا أن هذا هو نعي رسول الله، وأن المخير رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا. بيفهم النبي صلى الله عليه وسلم قاصد شنو، ويعي مراده، وهو خليفته الأول. لما سألته امرأة قالت كأنها تريد صدقة، قال: ائتني من العام القادم. قالت: إن لم أجدك يا رسول الله، وتقصد الموت، قال: تجدين أبا بكر. رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة جميعا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من أجل مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري بعض الصحابة أنه مات، وقام عمر في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، من قال إن محمدا قد مات ضربته بالسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضى كما مضى موسى، وليرجعن فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أبي خارج المدينة، كان مع زوجته بنت خارجة في السنح شمال المدينة، فرجع أبو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه وكشف ستره وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموت التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وعمر يتكلم ويأتي بهجر من القول. قالت: فقال: أيها المتحدث أنصت. فسكت عمر وأقبل الناس على أبي بكر الصديق، يعرفوا مكانته، أقبل الناس كلهم عليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم،
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله ما أن سمعتها، يعني سمع الآية دي، حتى عقرت، يعني برك على ركبتيه، والله ما تقلني رجلاي، ما قادر أقف على حيلي. فعلمت أن رسول الله قد مات. وانطلق الصحابة يتلون الآية في سكك المدينة كأنها أنزلت الآن. لاحظ الصمود مع قرب أبي بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، صديقه وقريبه قرب شديد، وقدم له في هذه الدنيا ما قدم، لكن مع هذا الموقف ثبت أبو بكر ثبات الجبال وثبت الصحابة. لذلك قال ابن مسعود: والله لولا أبو بكر لما عبد الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثبات الجبال، ثبت الصحابة، قال لهم أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ده موضوع خلاص أفرغ منه. ثم ثبت الصحابة عند ما اضطربت العرب وغلى النفاق في المدينة وارتدت قبائل وقبائل خارج المدينة، فثبت أبو بكر ثبات الجبال وحرك الجيوش وأمضى جيش أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر حياته أخرج جيش أسامة للروم، فالصحابة قالوا له: هذا رسول الله قد مات، فكيف تخرج جيش أسامة والناس قد انقلبت عليك، المنافقين داخل المدينة والعرب خارج المدينة ارتدوا، كيف تطلع جيش أسامة وانت محتاج له؟ قال: والله لا أرد جيشا أنفذه رسول الله. جيش طلعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما برجعه، فليمضي إلى الروم. فمضى جيش أسامة إلى الروم، وكان أسامة ابن 17 عاما، 17 سنة، وفي الجيش عمر بن الخطاب وغيره. فرجع عمر ليستعين به أبو بكر الصديق. ثم مضى جيش أسامة فهزم الروم، فلما عاد قالت القبائل اللي ارتدت في الشارع، قالوا: لو لم يكن بالمسلمين قوة لما أمضوا جيشا في مثل هذا التوقيت، فرجعوا إلى الإسلام. شوف حكمة أبو بكر الصديق، ثبت المؤمنين وأخرج الجيوش بقيادة خالد لمحاربة أهل الردة من الأسود العنسي ومن غيره في ثبات عجيب. ولهذا كان استخلاف أبي بكر الصديق فرجا للإسلام وعزا للمسلمين. كويس. لكن يا أخواننا، أبو بكر الصديق ما نال هذه المكانة إلا بالتقوى من الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، عمر بن الخطاب يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم حفز على الصدقة، قال اصدقوا، فقال عمر: لأغلبن أبا بكر اليوم، الليلة بغلبه، لأنه كل مرة فايتنا. فجاء عمر رضي الله عنه بشطر ماله، قسم ماله النص وجابه خطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا نصف مالي يا رسول الله. فوجد أبا بكر الصديق قد أخرج ماله كله. يا ناس، دي مكانة ما بتتلحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها، إلا أبا بكر الصديق فإنه له علينا يد لا يكافئه بها إلا الله يوم القيامة. إن له علينا يدا لا يكافئه بها إلا الله عز وجل. قال: إن أمن الناس علي، على النبي صلى الله عليه وسلم، بماله ونفسه أبو بكر، ألا إن كل باب في المسجد يسد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بلغ المكان العظيم والمنزل الرفيع. واليوم تأسف أشد الأسف لما تجد ناس، الواحد يدعي الإسلام ويدعي أنه من آل البيت ويتقرب إلى الله بسب أبي بكر وعمر. لما وقعت خلافة أبي بكر الصديق وتم فيها ما تم،
وقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. قال رجل من الأنصار، قال لأهل ذاتهم الأنصار، قال لهم كيف تتأمرون على ناس فيهم أبو بكر الصديق؟ قالوا والله لا نتأمر على من فيهم أبو بكر الصديق. يا ناس، مكانة أبو بكر الصديق مكانة جليلة ومكانة عظيمة، ولو كان لليهود والنصارى مثل أبي بكر الصديق لعبدوه من دون الله، والله كان عبدوه. شوف مع ده لاحظ المواقف القوية والثابتة والتي فيها نصر لله ونصر لرسوله عليه الصلاة والسلام. جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قالت أريد ميراثي، فقال لها النبي أبو بكر الصديق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، ميراث ما عندك. قال ابن تيمية في فائدة عظيمة، قال لو مال أبو بكر مع ميله الفطري لأحب أن ترث، عشان ترث عائشة، عائشة ما بيته، ممكن ترث من النبي صلى الله عليه وسلم أموال ثقيلة جدا، لكن قال لها لا، الأنبياء ما بورثوا عشان ما يطعنوا في رسالتهم، الناس يقولوا ديل جو عشان يكنزوا الدنيا ويورثوها لأولادهم، ما في نبي بيرث منه أي حاجة، أولاده يأكلوا من بيت مال المسلمين. وفي موقف عظيم ولي أبو بكر الصديق واستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من صبيحة اليوم، اليوم اللي بعده، الليلة واللو، خليفة المسلمين في دولة أعظم من دولنا الموجودة الليلة دي كلها، الخليفة. قالوا فأصبح الصباح يحمل ملابس له يمضي بها إلى السوق، شايل له ملابس لأنه كان تاجر، شايل الهدوم بتاعته البيبيعة ماشي يتاجر في السوق. بالله شوفوا الكلام ده يا أخواننا. قالوا لقيه عمر وأبو عبيد عامر بن الجراح، قالوا أنت خليفة المسلمين، كيف تبيع في السوق والناس محتاجين لك في الخلافة، تسير أمور الأمة والناس محتاجة لك؟ قال ومن أين أطعم عيالي؟ بالله يا أخواننا، الناس الدار يأكلوا بيدينهم، امشوا من الكلام ده وين؟ والناس الدارين يأكلوا حق البشر وحقوق الضعفاء باسم الوزارات وباسم الحكومات وباسم الولايات، امشوا من الكلام ده وين؟ قال لهم ومن أين أطعم عيالي؟ أأكل عيالي من وين؟ قالوا نقسم لك من بيت مال المسلمين ما يعولك. وقال له عمر أنا أكفيك القضاء، ببقى لك أنا القاضي، وأبو عبيدة أنا أكفيك الفيء، بقسم لك أنا. قالوا فقسمنا له من بيت مال المسلمين ومضى إلى بيته. قال عمر في عهد أبو بكر الصديق نص العهد حقه، قال والله إنه ليمضي علي الشهر كامل وهو قاضي ما يتقاضى إلي فيه اثنان، نفرين بيختلفوا ما فيه، إذا كان هذا هو زعيمهم فنعم الرجل ونعم القوم أصحاب رسول الله. والله يا أخواننا هذه الخطبة أنا أهيئ لها أسبوعين، بحضر فيها، مش بقرأ في النصوص ولا بحفظ فيها، لكني أجتهد أن أختار من سيرته ما قد أوفق أن أعرض صورة من حياته، والمواقف كثيرة والله غلبني، وما قلته لكم أرجو أن يكفي ولعل في غيره زيادة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا جميعا، أسأله تعالى أن يرضى عن أصحاب محمد وأن يحشرنا في زمرتهم مع المرضيين الشهداء والصالحين يوم القيامة، إنه جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.